جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: إذا كان على شخص طعام مساكين، فهل يجوز شراء أرخص نوع من أنواع الأرز والدجاج، كأن يقول لصاحب البقالة: أعطني أرخص نوع من الأرز عندكم والدجاج؟ قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. والخبيث هو الردي، خبيث المراد به هنا الردي من الطعام وغيره، فيخرج من المتوسط، لا يلزمه الإخراج من الجيد ولا يجزيه الإخراج من الردي، وإنما يخرج من المتوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخرج من الجيد فهو أفضل. نعم.